أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. رمضان على الحياة فام. على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فام نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس على امتداد 120 دقيقة. حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية بامتياز، وهو القائل كل معرفة لا تتنوع لا يعول عليها، ابن العربي. تتسويت سومير سومير. مواصلتنا متابعتنا لتقرير منظمة الصحة العالمية، العشر الأسباب الأولى والنسبة متاحة للوفيات في الدول المنخفضة الأجر. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا في شيفر سانتي أجندا سانتي، أهم المواعيد الطبية والعلمية. وتحقيقنا في جزءنا الثاني من العشرة ونص حتى الأحداش باش يدخل معنا في زوم سانتي مدير المستشفى الجامعي ابن جزار السيد محمد علي الحامدي، وباش تكون عندنا مداخلة زادة من الأغالبة من قسم الأخبار. هذا من بعد بشوية وباش نجاوبوا على السؤال، وتتواصل معاناة ولاية القيروان، ومرة أخرى نلقاو رواحنا ما غير طبيب إنعاش، ولاية 600,000 ساكن ما غير ولاية إنعاش مرة أخرى. هذا السؤال اللي باش نحاور عليه، علاش كيفاش وشنو الحلول اللي نجمو نلقاها واللي باش نسمعوها المرة ذي. سينو في ساعتكم الثالثة زادة في زوم سانتي الانترفيو نتاع نهار الجمعة، المدير الجهوي للصحة دكتور معامل الحاجي باش يكون ضيفنا لليوم. مستجدات الوضع الوبائي في ولاية القيروان، آخر الأرقام، الخدمات الصحية، إشكاليات المؤسسات الاستشفائية والصحية في الجهة. موضوعنا في سانتي 5.0 بحضور المدير الجهوي للصحة بالقيروان دكتور معمر الحاجي. كلمونا على 70 035 120. 70 035 120. مع الحيم، صحتكم بالدنيا. 70 035 120، صحتكم بالدنيا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل من توا حتى نص النهار. نشكركم لحسن اختياركم راديو الحياة فام، إذاعة القيروان للصح. 10 متاع الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على راديو الحياة فام. سونتي 5.0. كما يكون نهار الجمعة يكون حاضر بحضينا ضيف سيد المدير الجهوي للصحة الجديد، باش يكون حاضر بحضينا وباش يقولنا شنية وضعية الصحة في ولاية القيروان، كيفاش لقاها. هذا وأكثر موضوعنا في زوم سانتي. مستجدات الوضع الوبائي في ولاية القيروان، آخر الأرقام، الخدمات الصحية، إشكاليات المؤسسات الاستشفائية والصحية في الجهة. موضوعنا في سانتي 5.0 بحضور المدير الجهوي للصحة بالقيروان دكتور معمر الحاجي. كلمونا على 70 035 120. 70 035 120. مع الحيم، صحتكم بالدنيا. نذكركم أنه تنجموا تاخذوا تليفوناتنا على 70 035 120، تعليقكم وأسئلتكم تنجموا تطرحوها على ضيفنا لليوم. تتسويت باش نحكي لكم على عدد الإصابات والوفيات جراء مرض الإسهال في الدول المتوسطة الدخل حسب لو ام اس في شيفر سانتي. شيفر سانتي. توجد أسباب لوفاة العشر الرئيسية الأكثر تنوعاً في بلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط، 5 أمراض غير سارية و4 أمراض سارية وإصابة واحدة. ويعد السكري سبب متزايد للوفاة من فئة الدخل هذه، حيث تحول هذا المرض من المركز 15 إلى المركز 9 بين الأسباب الرئيسية للوفاة، والضعف عدد الوفيات الناجم عنده منذ عام 2000 حتى العام 2019.
وما زالت أمراض الإسهال تشكل تحدي كبير بوصفها من أهم 10 أسباب للوفاة من فئة الدخل هي. ومع ذلك فإن هذه الفئة من الأمراض تمثل أكبر قدر من انخفاض في عدد المطلق للوفيات، وانخفض عدد الوفيات الناجم عنها من 1.9 مليون إلى 1.1 مليون بين عام 2000 و 2019، وتتمثل أكبر زيادة في العدد المطلق للوفيات في الوفيات الناجمة عن داء القلب اللي زاد بأكثر من مليون منذ عام 2000 ليصبح 3,100,000 شخص. وقد شهد الإيدز والعدوى بفيروسه أكبر تراجع من المركز بين أسباب الوفاة العشرة الرئيسية المسجلة في عام 2000، وانتقل من المركز الثامن إلى المركز الخامس عشر. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم، بعد شوية أجندة سانتي، أهم المواعيد الطبية. أهلا وسهلا بكم على رجل الحياة فام، إذا تلقينا وين للصح ما تسمو فينا وين يوصل صوتنا في العالم على www رجل الحياة فام .net. سانتي 5.0. ما هي أهم الملفات اللي لقاها في البيرو متاعه منذ تسلمه لمندوبات الصحة الجهوية بالقيروان؟ هذا باش يكون حديثنا مع الانفيتي متاعنا اليوم دكتور معمر الحاج. مستجدات الوضع الوبائي في ولاية القيروان، آخر الأرقام، الخدمات الصحية، إشكاليات المؤسسات الاستشفائية والصحية في الجهة. موضوعنا في سونتي 5.0 بحضور المدير الجهوي للصحة بالقيروان دكتور معمر الحاجي. كلمونا على 70-035-120 مرحيم، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا على 70-035-120. سينون باش نحكي لكم على لا بروميير جورني دو ميديسين انترن دو سونتر. اجندا سونتي هذه باش تكون من تنظيم كلية الطب بسوسة تحت عنوان فوكس سور غروسيس إلي بيوس بتاريخ 25 ماي 2022، وسسخا في الكومبلكس سوسيو سيانتيفيك دو لا فاكولتي دو ميديسين دو سوس. نذكركم انو الانسكريبسيون باش تكون ب 100 دينار، واخر دات بور لي زانسكري سسخا 25 افريل 2022 من شهر هذايا. هذا واكثر من تنجموا تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام. اذا تلقي روان للصحة تلقاو لانتيغراليتي نتاع البروغرام كامل، وحتى ليان ديسكريبسيون. هذا فيما يخص لا بروميير جورني دو ميديسين انترن دو سونتر تحت عنوان غروسيس إلي بيوس بتاريخ 25 ماي 2022 في كلية الطب بسوسة. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. توت سويت باش يجيكم الفلاش انفو للعشرة ونص، وبعد تمشي بكم للمستشفى الأغالبة قسم الإنعاش بدون طبيب إنعاش. وضعية ماهيش عادية، وهذا باش يكون حديثنا من بعد بشوي. زينك انت سحر اهلا وسهلا بكم الناس الكل مره اخرى. ولايه القيروان ولايه 600,000 ساكن بدون طبيب انعاش، وضعيا نعيشها مره اخرى في ولايه القيروان. هذا باش يكون تحقيقنا الميداني في زوم سانتي مع بليل الدريتي. زوم سانتي بليل، اهلا وسهلا. مرحبا، على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا في الاستماع للاذاعه الاولى للصحه في تونس. كما قلت في اطار متابعتنا لواقع الصحه في ولايه القيروان ومشاغل القطاع في الجهه، من جديد نقرر احنا في عوده للحديث عن الاشكال القديم الجديد. لان نحكي على غياب طبيب انعاش لوحده الأغالبة للاختصاصات الجراحيه التابعه لمستشفى ابن الجزار بالقيروان. كما قلت، من جديد وقت الناس تستنى في انطلاق اشغال المستشفى الجامعي الملك سلمان، وناس تستنى في اعداد الدراسات الخاصه بمدينه طبيه في القروان. كيف الناس من جديد ترجع تحكي على غياب طبيب انعاش وتخدير وانعاش في مستشفى وحده الأغالبة سامحني في القيروان. نحكي على الموضوع ذي بأكثر تفاصيل، نشوفوا وين وصل، فما طبيب ما فماش، صحيح من الغلط. هذا الكل مع ناظر المستشفى في صلاح العايدي. مرحبا سي صلاح، اهلا وسهلا. صباح الخير سي عبد الرحمن. صباح النور. صباح النور سي صلاح، ان شاء الله رمضانك مبروك. عايش خويا، مرحبا. علينا وعليك سي صلاح. عايش اسيدي. مره اخرى ما عادش نقول مستغربه، ما مره اخرى معنيش طبيب انعاش في ولايه القيروان. لا، مش حكيت معنيش طبيب انعاش في ولايه القيروان سي عبد الرحمن. مال طبيب الانعاش عندنا موجود، نحن عندنا زوز أطباء إنعاش وتخدير. عندنا دكتور أخذ إجازة مرضية إن شاء الله. قالت عندنا دكتورة موجودة تخدم، دكتور أنيسة موجودة في المستشفى. بقى صحيح ما تنجمش يتأمن حصص الاستمرار لمدة شهر كامل 30 على 30، فهمتني؟ في بعض فما أيامات صحيح معناها تكون معناها القلب ماهوشي معناها مأمن، لكن بالنسبة للحالات الاستعجالية في كل الحالات المريض راه وقت اللي يجي ليرجونس راهي تخدم، والمريض يرقد ويتبنج. علاش؟ فما دي ريزيدون وفما دي تكنيسيان تاع البنج
وهم ينسقوا مع دكتورة نيسا وينجموا معناه المريض راهو ياخو حقه فيما يخص التبليغ. أخوي العزيز خل نكون واضحين أنا وياك سي سلاح. أي قانونيا تعرف ريزيدون اي نابال دروا زاد اليوم دو توشي ان باسيون باش يعطيه الكل دونك دوكو قاعدين ناخذوا في ريسك قاعدين نصلحوا في فراغ بغلطه أي. اخرى لا قدر عمش. الله لا قدر أي. الله صار الخايب من يتحمل أي. المسؤوليه همش نقول لك انا يا عبد الرحمن بالنسبه لنا الميدسان دو غارد الشوريجيان الموجود في الغارد نهارتها هو المسؤول على الحكايه هذه وديجا ريزيدون ما ينجم يرقد المريض هذاك الا ما الشوريجيان يصحح له يقول له سيتي اورجونس ويرقد اي متفاهمين ايرجونس انا تو نحكي على عمليه التخدير اليوم في حد ذاتها اليوم مش يقوم بها ريزيدون ان با الدروا ما عندوش قانونيا لا يوجد قانون يحميه يحمي الطبيب ريزيدون وكاو مطالب ببذل مجهود ولكن ما عندوش دونك ريالمون قاعدين ياخذوا في ريسك وانت ادرى مني سي سلاح نعم عبد الرحمن هو بالنسبه للريزيدون راهو تحت مسؤوليه الشيرجيان دو غارد في غياب طبيب التبليج والانعاش التخدير والانعاش الشيروجيان دو غارد هو ريسبونسابل في الوقت هذاك وهذا به متفاهمين ريسبونسابل اما ماهوش اختصاصه ماهوش اختصاصه اما بالنسبه لنا دونك انا رجعنا متفقين لا متفقين ماهوش اختصاصه دونك رجعنا نفس الحكايه دونك جينا ان شيروجيان دو غارد قلنا له تو انت استثنائيا اليوم بصفه استعجاليه باش تاخذ ريسبونسابيليتي نتاع طبيب انعاش اي اي اليوم هوش اختصاصه دونك ريالمون اون نا با ريزولي البروبليم سي سي سلاح معناتها عندنا مشكل عندنا مشكل معناتها علاش صحيح اي كان احنا مشكل دونك ريالمون رانا قاعدين اليوم موجودين ما عندناش طبيب انعاش طبيبه ما تنجمش تعمل 30 يوم الدكتور الاخر لاسباب صحيه ان شاء الله لاباس وعنده حق خدم في ريتم انفيرنال معناتها هذا متفاهمين فيه مش باش تدخل في الاسباب لكن ديما نحكي راني عن نتيجه ولايه القيروان ما عندناش طبيب انعاش وقاعدين افيك لي مويان دو بور ونحطوا رواحنا في دي سيتياسيون ناخذ في شويه ريسك باش ما ندخلش النقص موجود صحيح انا قلت لك بحكم اللي كوني النقص موجود صحيح بحكم اللي كوني معناها الطبيبه ما تنجمش تامن معناها شهر كامل معناها ما تنجمش تامن 30 يوم معناها ما سي نورمال معناها فهمت نحن ان شاء الله معناها سلطه الاشراف تحاول باش تحل لنا المشكله قداش من ليله قعدنا بلاش طبيبه نتاعنا بلاش طبيبه تنعاش بلاش طبيبه تنعاش والله ماهوش برشا الحقيقه معناها ماهوش برشا الحقيقه معناها ما فماش حاجه كبيره ممكن فما تانك جارد سيس جارد هكاك معناها نحكيو على جمعه هكاك ماشي راهي معناها جمعه مسترسله روا معناها تنجم تقول مثلا في الجمعه تلقى مثلا جارد دو جارد في كل جمعه فهمتني ما فماش طبيب انعاش ولا بقيتها في سير الايام الاخرين معناها في الايام العاديه الدكتوره انيسة قاعده مغطيه معناها كي تجيكم وضعيه عاديه قداش نجم يصبر توا معناتها مريض نقولوا الوصفه ما دام ماهيش يرجونت الحكايه اي قداش نجم يصبر في الاخر معناتها المريض نجمو اليورا ان روتار معناتها تو نحكيو على التاجيل وتاخير بعض العمليات اللي هي مش مستعجله ولا دكتور هي قداش روتار نجم يوصل معناتها من الدات اللي ماخذ ثاني انا بريفيو باش نعمل غدوه ولا بعد غدوه عمليه نقرا تاجلت بجمعه اخرى معناتها دكتور سي سلاحه نجم تكون نجم حتى اكثر شوي نجم نصبر انا جمعه ولا انا قلت لك لا اذا كان معناها مريض ما يصبرش ما يستناش راهو يتخدم مريض ينجم يصبر الطبيب هو اللي قرر يقول هذا راهو ينجم يصبر سي سلاح اوني داكور اللي ما تحلش المشكل هذا سي سلاح كيفاش متفاهمين اللي المشكل هذا ما تحلش سي سلاح والله صحيح والمشكل مازال ما تحلش اسكو اليوم فما اي معناتها عندنا على الاقل وضعيه ذي وزيد صلح لي كان ما خانتنيش الذاكره على الاقل الوضعيه ذي عايشين عليه 3-4 سنين التاليه كل مره نلقى روح هي مش الي طون باش نلقاو حل معناتها والله ما حتى كنت اجل لي انا عمليه ماهيش خطيره وتقول لي تطلب مني انا باش نزيد نصبر خلينا نقولها بالعاميه نبيص ونسهر وبيت بحذاك ونزيد جمعه اخرى واللي انا ديجا يعني بيا ربي قاعد استنيت قبل والله معناتها لا اله الا الله معناتها سي سلاح والله لا اله الا الله معناتها سي سلاح وكل ما نتكلم يقولون والله ليه ما وقفتش العجله قاعده تدور والماكينه قاعده تخدم والسيرفيس قاعد يمشي ورسي بافري معناتها رانا قاعدين الريترديو في المشكل وكاو المشكل ما حبيتوش اليوم قاعد نوخر فيه الغدوه وكاو معناتها ما لقيتش حل معناتها اليوم سي عبد الرحمن بالنسبه باش نبداو واضحين المشكل راهو موجود
النقص راهو موجود. وتعرف انت القله نتاع الطب نتاع الاختصاص هذا نتاع الطب النعاش والتخدير معناها راهو على معناها بريسك على الجمهوريه كل. انا اسمعني مره سبيطار قعد بلاش مثلا فما سبيطارات عبد الرحمن بلاش ولايه كامله مثلا فما ولايات ما عندهمش الاطباء نتاع التخدير والانعاش. احنا توا عندنا زوز اطباء صحيح موجود. انا قلت لك دائما ما فيهش نقاش بالنسبه للنقص موجود بالنسبه لشكون الشيء كنا نحكي فيه موجود اما بقى باقي نتسماو نحن ابرك هان من برشا ولاد اخرى به تو مش نسخوا مع طب نجيبوه من سوسه كالعاده ونشوفوا شكون باش يجي ونشوفوا شكون باش يتخلف كالعاده سي سلاح. انا قلت لك بالنسبه للتامين الجارد انا دكتور انيسه قالت امن في الجار بون ليمات اللي هي مش قالت امن فيهم قاعدين نشوفوا في طب اخرين باش يجيو معنا باش يغطيوا لي جارد هذوك معنا حتى حل اخر خاطر سي عبد الرحمن معنا حتى حل هذاك هو مجبورين معنا حتى حل. سي سلاح انا بكري سمعت كلكو زيكو على اعصابها العباد وليت في السيرفيس سي سلاح بكري صارت شان رضها لي في السيرفيس خاطر ما ثماش طبيبه ما ثماش طبيب نتاع انعاش راهو الفاتوره باش يدفعها ستاف ميديكال والباراميديكال والمواطنين الكل راهو الغير هذا ما فهمتش علاش مش حابين ما فهمتش علاش انا اليوم مش حابين حلوا المشكله هذه عنده 3 4 سنين ما فهمتش علاش انا نحب نفهم معناتها جيسي دو كومبرون معناتها نحب نفهم حتى اللي دخل والله الاشكال هذايا سي عبد الرحمن راك حتى كي يمشي تحل معناها يتحل على نطاق وطني فهمتي ماك تعرف هذايا معناها سلطه الاشراف هي معناها اللي عندها الحكي الامور هذايا فهمتني نحن ماذا بينا الاشكال هذايا تحل المشاكل الموجوده ما نقولكش لا هذا موجود فهمت نحن ماذا بينا يتحل الاشكال ماذا بينا حتى تتوفر الطب نتاع الانعاش والتخدير باش على الاقل خلي الناس كل معناها يتحل المشكله هذايا والناس كل تخدم اريحيه سواء مش صعبت برشا الوضعيه هكا كي تتعاود مرتين وثلاثه في اقل من شهرين ثلاثه تتعاود اللي ان فري بروبليم لي اعمق حتى من ليشين ناسيونال ايش كومبرون سا هذا متفاهمين فيه تو نحكي فيه ما نحكي على ولايه القيروان مادام قاعد يتعاود لي راهو من با شهرين التالي راهو صارت نفس الحكايه ماشي عادي ماشي عادي الناس كل ساكته معناتها راهو هكا اكسيدونتيلمون راهو عرفنا اللي ما عندناش طبيب راه اكسيدونتيلمون ما تحرك حد جمعه التالي راه ما تحرك حد جمعه التالي لا وزارة الإشراف ولا سلطة الجهوية ما تحرك حد اكسيدونتيلمون سمعنا اللي ما ثماش طبيب ماشي عادية زادة معناتها السكوت هذا ماهوش باش يعاوننا برشا كنا نجموا نتوصل الحكاية بصفة أكبر ويجا نلقاو مشكل ستة جاردويت بلاش يعطيكم الصحة كيفاش قاعدين تخدموا السلاح سيريوزمون يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة ويعطيهم الصحة المرضى اللي غادي وكا باش نقول شفنا سي عبد الرحمن ان شاء الله ربي قد الخير وان شاء الله الاشكال يتحل ان شاء الله يا ربي يتحل في اقرب وقت ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله احنا مازلنا في متابعه للوضعيه هذيا ان شاء الله ما تزمش الامور اكثر من هكا في عمل شغل لزميلنا بلال الدريدي اللي موجود في وحده الاغالبه سيد ناظر وحده الاغالبه سي سلاح العايدي من بعد بشويه باش نحاول نتصل بمدير المستشفى باش نطرح لي نفس السؤال شنو هو الحل اللي نورمالمون باش نلقاوه اليوم باش هالفراغ هذايا ما عادش يقعد موجود موضوعنا بعد الموسيقى اهلا وسهلا بكم على راديو الحياه تفاهم واقع الصحة بصفة عامة باش يكون موضوعنا من بعد بشوي ولكن السؤال اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليه اليوم في زوم سانتي هل من حلول لغياب طبيب الانعاش بولاية القيروان او تحديدا بالمستشفى الجامعي ابن جزار سؤال ان شاء الله يجاوبنا عليه ضيفنا اليوم مدير المستشفى الجامعي ابن جزار سيد محمد علي حمدي مستجدات الوضع الوبائي في ولاية القيروان آخر الأرقام الخدمات الصحية وإشكاليات المؤسسات الاستشفائية والصحية في الجهة موضوعنا في سونتي 5.0 بحضور المدير الجهوي للصحة بالقيروان دكتور معمر الحاجي كلمونا على 70-035-120 70-035-120 مع رحيم صحتكم بالدنيا سي محمد يا وسهلا عسلامة الحيم نهاركم طيب نهارك أسعد ليل مرحبا وبيك نفس التدخل الهاتفي كان عنا انا وياك شهرين التالي وقت اللي كنا في نفس الوضعيه مرحبا سي الحين مرحبا قسم الانعاش والتخدير بدون طبيب والله سي الحين هي وضعيه مؤقته وشنو الاسباب المباشره هو معناها الحاله الصحيه المتدهوره للدكتور معناها صلاح السوائي معناها على قسم التخدير وان شاء الله معناها في غضون معناها الاسبوعين القادمين فهمتوا لا يستكمل العطله المرضيه نتاعو اللي تحصل عليها
ومع العلم انه معناها خلال اجتماع معناها اللجنه الطبيه الفارق معناها وقع الاتفاق معناها على معناها تنظيم العمل ما بينه معناها وبين زميلته الموجوده معنا الدكتوره انيس عجينه فهمت وقع الاتفاق على طريقه تنظيم عمل ان شاء الله معناها في غضون الايام القليله القادمه معناها يقع تلافي النقص هذا يلي ويستانف الدكتور صلاح السويعي النشاط نتاعو. به سي محمد علي من البعد جمعتين الله يبارك يا حي احكي لي انا على الايامات هذيك فباش نعمل دكتوره انيسه دكتوره انيسه دقيقه بركه سي محمد علي بخلاف تامين الدكتوره انيسه معناها الحصص الموجوده في عهدتها معناها مش يدخلوا معنا كالعاده معناها بعض الاطباء معناها من جهات اخرى فهمتني وذلك من خلال معناها تدخل معناها السيد رئيس اللجنه الطبيه وتنسيقها للموضوع هذا به سي محمد علي وسوف مش يجيبوا جماعه كالعاده من سوسه مثلا ولا ديريزي والله اوكي كيما عملنا المره الاخرى سي محمد مستشفى من مستشفيات تونس ولا من مستشفيات من مستشفى جابس ولا احنا نقوم معناها فهمت لا جاهز معناها باش نجم يامن لنا معناها الفراغات هذه الموجوده وان شاء الله معناها ان شاء الله في غضون معناها الاسبوعين القادمين اللي معناها فهمت ولا معناها مازال معناها مش يستكمل فيهم معناها طبيب التخدير ولا نعاش العطل المرضي نتاعو فقط به فقط سي محمد علي خلينا ناخذ فكره اوضح بربي سي محمد علي ما يسالش احنا نعرفوه باش يخرج في كونجي عندنا تو هو خرج هو في عطله مرضيه يستوفاها خلال معناها الاسبوعين القادمين فقط مازالت سي محمد علي دقيقه بركة اسمعني للاخر سي محمد علي بعث لكم ورقه فيها كونجي اوني داكور هكا ولا نعرفوا باش يخرج احنا تو في الوسط جمعتين اللي فاتوا عندنا على الاقل سته جاردويت ما فيهمش حتى طبيب والسمعتين اللي فاتوا سي محمد سي محمد علي توانا سمعتك اسمعني خلنا نحكيو على اللي فات واللي جاي احنا راهو اكسيدونتيل مونش عرفناه اللي احنا بلاش طبيب عاشر على الاقل خلينا ناخذوا نفهموا شنو اللي صار قبل عندنا سته الليالي ما صاروش والسته جمعتين اللي فاتوا قعدوا لي ريزيدون اللي موجودين غادي هما اللي قاعدين ياخذوا في ليكا هذوما اللي هي وضعيه ما تجيش اللي هي وضعي واحنا مازلنا لتوا باش نكملوا نعاودوا ننسقوا للجمعتين اللي فارتي تي ساي مش نعاودوا ننسقوا كانت كنسلك يقول كان غدوه ولا اليوم مش ست ايام ما فماش يعني هي تامن عندها حصص بتاع استمرار مباشر كامل بالحضور في المستشفى وحصص بتاع استمرار ادوميسي بالتنسيق بالهاتف مع الريزيدون مع الريزيدون ما نجمش يدخل يا سي محمد هي الدكتوره انيسه عجينه تامن الحصص هذه ادوميسي يعني ثم حصص تكون حاضره فيهم مباشره بشكل كامل معناها في المستشفى ثم حصص تامنها معناها من خلال معناها التواصل مع الممرضين بتاعها من اطباء مقبلين او من تقنيين قانون باسم محمد علي سي محمد علي رانا اللي مش نحكيو على طبيب نحكيو على ريزيدون مش نحكيو إيه قانوني ما نجمش يدخل سي محمد علي يدخل تحت الاشراف نتاعها وتحت معناها المسؤوليه القانونيه نتاع الطبيبه اللي معناها رئيس القسم وباخذ الراي نتاعها وتدوين الراي نتاعها في الملف الطبي مال سي محمد علي معليش نقص مال علاش باش نجيبوهم الطب اللي باش نشوفوهم من جابس ولا من سفيقس انت حكيت لي عليها الايام الفارته قلت لك راهي قاعده معناها موجوده لكن موجوده يا سي محمد علي مالك خلينا نكملوا بنفس الوضعيه علاش نجيبوا في طب من برا مش نكملوا بنفس الوضعيه احنا معناها انا اسيري يا سي محمد علي انا اسيري لمده معينه اي نكملوا بها علاش نجيبوا مالك يا سي محمد راهو بنفس المنطقه اللي حكيتوا لي انت باش ما يثقلش الحمل على الطبيب انا باش يتعاونوا مع البعض من الزملاء الموجودين في مستشفيات اخرى في انتظار انه باهي ماشي وقتي باش يجيو مثال سي محمد علي خاطر كان بنفس المنطق اللي تحكي لي فيه انت سي محمد علي بنفس المنطق الى اسوري دو سومان الى اسوري دو سومان سا سيرا كوا دو فوار دوتر دكتور ما هو افيك سو ميم ريزونمون اللي تحكي لي فيها انت راه ما هو لا عاد مش ريزونمون احنا قلت لك انا اذا كان هي امنت معناها اسبوعين راه منها خلال الاسبوعين القادمين مش تكون مرهقه مش تدخل السيده رئيس اللجنه الطبيه معنا ان شاء الله باذن الله ونامنوا معناها الفراغات اللي مش تكون موجوده معناها ابارتير دو سيت سومين ابارتير من الجمعه هذه ولا من مقتيش بدايه من الجمعه هذه سير حي ان شاء الله باذن الله بدايه من الجمعه هذه يشهد الوضع انفراج وان شاء الله في موفى الاسبوعين القادمين يكتمل النصاب بعوض الدكتور صلاح السويعي وما نرجعوش ليه بعد جمعتين موضوع اخر سي محمد بعد جمعتين هذيك موضوع اخر نعطيني جمعتين دونك جمعتين هذوما باش نلقاو الطب باش تدخل رئيس اللجنه الطبيه وباش نحاولوا نسقوا مع الطب معناها متعاونين معنا باش يامنوا الفراغات معناها سي محمد علي جدول استمرار التخدير ولا اسبيرون بيان ما نلقاوش حتى جارد فارغ ان شاء الله يا رب خاطر صارت لنا قبل راهو حتى كي نسقنا سي محمد علي
دقيقه بركه خاطر حتى كي لصقنا قبل وصارت عملنا جارد زوزما على ديانيير مينوت ما جيش اللي متفاهمين معه ميسيلش هذه الكل خليه على جنب سي محمد علي وقدش نقعد على نفس الوضعيه هذيا بلاش باش نقعدوا على نفس الوضعيه ان شاء الله باذن الله انا مبشرك بيك ان شاء الله باذن الله معاش باش نقعدوا على نفس الوضعيه وقت ان شاء الله باذن الله كيما قلت لك البشره هذه مربوطه بدات هاني قلت لك 15 يوم فقط ليه 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 بعد ما يرجع شهرين التالي نفس الحكايه دونك مش نلقينا الحل هذايا انا روتارديل انا نوعدك ونوعد المواطنين ونوعد اللي يترتب شو ان شاء الله معناها معاش باش تعاود نفس الحكايه بعد ما يستأنف في سلاح السبيع العمل معاش تعاود نفس الحكاية كيفاش تجيبوا عنا طبيب آخر باش يجي إن شاء الله يعني قلت لك رانا تفهمنا معناها خلال جلسة حوارية معناها خلال اللجنة الطبية على تنظيم العمل وإن شاء الله بإذن الله معاش تقل نفس الحكاية معاش تقل نفس الإشكاليات سي محمد علي تنظيم العمل ما بينه وبين زميلته وإن شاء الله بإذن الله معناها بالتراضي معناها برنامج معناها نتاع عمل واضح معاش باش نبقاو بنفس الإشكاليات إن شاء الله سي محمد علي نجمو كي يرجع سي سلاح وتقعد الدكتورة أنيسة يرجع سي سلاح وتقعد الدكتورة أنيسة ومن حقهم واحد فيهم شيخ وكونجي من حقهم معناتها ايش نعمل الوقت نعاودوا نلقاو رواحنا دون سيت ميم سيتوياسيون دونك ريال ما فهمتكش شنو الوضعيه اللي طرحت عليك يرجع قلت يرجعوا زوز طب اللي عندنا يرجعوا فيهاش حاجه واحد منهم دقيقه يا سي محمد دقيقه بربي اسمعني للاخر دقيقه يرجعوا لدو دكتور يخدموا على رواحهم واحد منهم شيخ وكونجي عنده الحق بشيخ وكونجي مش نقاو روحنا في نفس الوضعيه الطبيب الطبيب الاخر يامن معناها اذا كان واحد هون ما ينجمش يامن وحدك احنا قاعدين عايشين يا سي محمد علي يا سي محمد علي عندنا 3-4 سنين على نفس الوضعيه توا شنو سي محمد علي يبارك فيك معناتها انا ماش حاب نحكي الوضعيه ذي ترش علاش باش العباد ما تدخلش في سيتياسيون تاع خوف تاع قاعدين نعيشوا فيها شهرين التالي 6 شهور التالي عام التالي عندنا 3-4 سنين في نفس الوضعيه شنو سي محمد علي معناتها واحد يعمل اكسيدون يقفل سيرفيس وحنا مازلنا نقولوا ليه سي بون ويلفون اسوري وتو نلقاو حل ونجيبوا شكون وننسخوا ماهوش حل هذا انا جوست روتاردي لو بروبليم سي محمد علي بربي معناتها الي تو معناتها خلينا نلقاو سوليسيون يفو بور توت بربي معناتها النظره نتاع الاقتصاد والله قاعدين نحاولوا ان معناها زياده نتاع طبيب ثالث وهو بيديهم معناها الدكاتره الاثنين رؤساء الاقسام يحاولوا يعملوا يعني اتصالاتهم مع الجامعه في تونس او في سوسه المحاوله فهمتني ولا الحصول معناها على تعزيز الصف نتاعهم باختصاص معناها ثالث فهمتني معاهم فهمتني هذا يمكن معناها ينجم معناها يعطي يكون الوضعيه اكثر اريحيه لكن تعرف ندره الاختصاص هذا وما دام معناها فهمتني ولا اقبال معناها الاطباء الاختصاص النوع هذا يلي على الهجره للخارج الشيء اللي معناها اللي ندره على اربع سنين تتكلف لنا شويه معناتها ندره على اربع سنين تتكلف بريستيك اربع سنين الشيء اللي يخلي الاختصاص هذا شيء نادر معناها في كامل التراب الجمهوري شيء نادر معناها ماذا بينا نحن معناها نقدموا جميع الحلول وجميع الامتيازات وجميع معناها الترغيبات اللازمه باش الناس معناها فهمتي ولا تستمر معنا في العمل الا انه ولا غالب معناها ما فماش معناها شكون معناها موجود تو حاضر تو باش يعززنا معناها قاعدين معناها البحث على معناها فهمتني ولا اي ماهوش حل انا داكور قاعدين نشوف حلول ترقيعيه بالضبط كما قلت لك بالتفاهم مع الاطارات الموجوده عندنا ان شاء الله فانا يكون الوضع ما افضل فقط في رحي ان شاء الله سي محمد علي الحمدي مدير مستشفى ابن جزار ان غرو ميرسي لتدخلك معنا اليوم عطيتنا على الوضعيه كامله هذه وضعيه علاش اليوم يتواصل اشكال نتاع الانعاش اهلا وسهلا بكم الناس الكل مكملين معكم حتى نص النهار اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على راديو الحياه تفا سونتي 5.0 كيما كل نهار الجمعة يكون حديثنا حول واقع الصحة في ولاية القيروان مع المسؤولين وضيفنا لليوم المدير الجهوي للصحة بالقيروان مستجدات الوضع الوبائي في ولاية القيروان آخر الأرقام الخدمات الصحية إشكاليات المؤسسات الاستشفائية والصحية في الجهة موضوعنا في سونتي 5.0 حضور المدير الجهوي للصحة بالقيروان دكتور معمر الحاجي كلمونا على 70-035-120 70-035-120 مع رحيم صحتكم بالدنيا دكتور معمر الحاجي أهلا وسهلا بك في رجل حياة فهم مرحبا بكم ومرحبا بكامل فريق برنامج هذا البرنامج مبروك التكليف ريسبونسابيليتي مسؤوليه كبيره انتظارات اكبر منها من قبل المواطنين وان شاء الله بالتوفيق معك دكتور الله يبارك فيك وان شاء الله نكونوا في مستوى الثقه اللي حطها سياده الوزير فينا وفي ثقه المواطنين ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن
ان شاء الله ان شاء الله يا رب. دكتور مه خلينا نبدا على الاقل خلينا نذكر السيد المستمعين خاطر نسينا اللي احنا راهي مازالت متواصله حمله التلقيح بصفه عامه فيما يخص الكورونا. عندكش بعض الارقام مازالت متواصله بنفس النسق؟ تراجعت العبيد ما عادش كل قبيل كبير؟ اعطينا الوضعيه حول التلقيح في ولايه القيروان. نحن الوضعيه الوبائيه كوفيد 19 تحسنت برشا، وكان قبل في الصيف اقبال كبير على التلقيح، لكن الفتره هذه لاحظنا تراجع على المستوى الاقبال على التلقيح، وهذا ناتج على خاطر كانت الناس الكل نسيت شويه، نسيت في وكل التعزيز المناعه الدوزه الثالثه، وكانه فما مخاوف من هذا. ثم مخاوف من رجوع مره ثالثه، مرة سادسة في ماء، فما موجة سادسة في ماء، وهذا يلزمنا نقوله ونلحوا على المواطنين باش ما يلقحش في الفترة هذه ما دام ما ثماش الوباء، معنا نقص برشا باش يقبلوا على التلقيح. كذلك نحث المواطنين الذين لم يكملوا الجرعة الثالثة على الإقبال على الجرعة الثالثة، لأنها تحمي من الفيروس كوفيد 19. وبمناسبة رمضان ونتقدم ونقول مبروك لكل المواطنين بشهر رمضان، إن شاء الله رمضان صيامهم مقبول. نظمت الإدارة الجهوية حملات ليلية مسائية للتلقيح، وذلك في أمام المساجد وفي الأسواق على طوال شهر رمضان. ما انت بعد شقا الفطر باش نلقاو النجم نمشي لقح تقريبا من التاسعة، عندنا بروجرام من التاسعة الى الحادي عشرة مساء. في المعتمديات مازالت متواصل الحملة ذي؟ في المعتمديات موجودة في المعتمديات، كل المعتمديات مدينة ولاية القيروان. مركز التلقيح بعد شقا الفطر يقعد محلول ولا ليته دكتور؟ البحث الجامعة الكبير نحن اقترحنا باش يخدموا في الليل مركز التلقيح، رغم ان معنا مش يكون الحملة تاع التلقيح مش تكون في بحث الجامعة الكبير، معنا هم قراب لبعض فهمتني، لكن مش يبقى مفتوح. طاح برشا الاقبال دكتور؟ طاح برشا الاقبال، وصلنا اقل من بين 30 و40 جرعة يوميا. شوية دونك دعوة للناس الكل، راهو التقديرات العالمية وخاصة الوطنية تقول انه فما امكانية لموجة اخرى في الشهر ماي للناس اللي مازالت ما استكملتش التلقيح نتاعها، للناس اللي عندها جرعة ثالثة ما ثماش صف خاطر ما ثماش قبيل، دونك من توا حتى بعد شقان الفترة تنجم راك تمشي دق التلقيح نتاعك وان شاء الله فيه شفاء يا رب. 70 035 120 ولا تابعونا على الباج اوفيسيال فيسبوك وتخليوا تعليق نتاعكم. دكتور معامر انت ابن الجهة وطبيب، ولكن كي خذيت وتسلمت الإدارة الجهوية للصحة، شنو أهم الملفات اللي تقعها قدامك واللي ريالمون تسألت اليوم قلت علاش الوضعية هذية اللي وصلنا لها في بعض الملفات اللي لقيتهم في البيرو نتاعك؟ بعض الملفات اللي هو اللي كان معنا كانت متعطلة هي البرامج البنائيات المتعطلة، نذكر منها مستشفى أبو حجلة، كذلك أنا مستشفى سلمان تو في طور الدراسة، مستشفى سلمان عنده معنا الدراسة عند السعودية، وإن شاء الله معنا قاعد ماشي الليتيد قاعدة ماشية، وبإذن الله حسب ما سمعت من السيد الوزير يقول أن في نهاية سنة 2022 ستبدأ الأشغال. المرحلة الأخيرة من الدراسات. مرحلة في المرحلة الأخيرة من الدراسات. من الدراسات. نهاية 2022. في نهاية 2022. انطلاق. إن شاء الله تنطلق الأشغال. إن شاء الله. أما باش ننطلق في الأشغال توا دكتور، مش فما تيران لازمنا نحضروه، لأنه فما إدارات جهوية لازم تبعث مختلف المعطيات باش تحضرك تيران توسكي برونشمون مثلا، معناتها سونيد ستيغ وناس تيليكوم، هذوما زاد على المستوى الجهوي قاموا بهم قدمتهم لإدارة وإلا لا حسب المعلومات اللي متوفرة عندك دكتور معامر؟ نحن حسب أنا سنبرمج جلسة على المستوى الوطني مش على المستوى الجهوي، لأنه مشروع وطني ليس بمشروع جهوي، وبالتالي سندعو ولي
معناها ننسق مع والي الجهة لتكون مع الاجتماع هذا في على مستوى وزارة الصحة. على مستوى وزارة الصحة. وقتاش الاجتماع هذا؟ عندك فكرة دكتور؟ إن شاء الله مازلنا ما مازلتوا ما حد مازلنا ما حطيناش التاريخ. به إن شاء الله. دكتور خلينا نمشي بيك به هذه توا نعرفوا الإشكال الكبير هذا. خلينا نمشي بيك المستشفى أبو حجل. كي جيت شنو الوضع اللي لقيته نتاع مستشفى أبو حجل؟ صحيح واقف على 2%؟ صحيح على الرقم هذا؟ مش واقف على 2%. مستشفى أبو حجلة واقف على 18%. 18% منها جروب إلكتروجين اللي هو نسيسير باش يخدم باش نستيقي بمعنى يهبط الضوء. وثم حوالي ليفلويد على مش على المقاول باش تخدمهم مع 60 بيهاش شركة السانتر باش يخدم الفلويد. والفلويد ديجا دانا مش يبدأ يخدم فيه إن شاء الله. مش يبقى الجروب إلكتروجين. نحنا قمنا بزيارة مستشفى بوحجلة الولاية والتجهيز والستيق والمهندسين، وكان تم معنا وعود على أساس أن الجروب إلكتروجين يكمل في أسبوع. أي قدش عندكم اللي قمتوا به الزيارة ذي؟ كملت الجمعة؟ تقريبا أسبوع. اليوم ثم وقعت زيارة، اليوم ثم زيارة بوحجلة اللي معينت وين وصل المقاول؟ وين وصل حسب اتصالاتك؟ قلت بعد اتصالات دكتور ميسيلش ما صارش قل شيء. حسب الاتصالات مازال ما ركبش الجروب الالكتروجين. المقاول مازال ما ركبش. بكا بيه دونك التسليم نتاعو مش يتاخر. ما نجموش نخدموا بليش جروب الالكتروجين. ما نجموش نخدموا غير جروب الالكتروجين. ديجا ستيك ما تهبط الضوء الا موجود جروب الالكتروجين. وان شاء الله نحن مش نضغط عليه. باش يهبط الجروب الالكتروجين سينو شوفوا حل اخر. مش يزيد تتعطل الامور هذه معناتها جريوا في مقاولين جريوا في روتار. اللي هو البريفيو تم تسليمه ظل 2019 2020 دكتور بريفيو 2018 ولتوا ما صارش. وقع تاخير مرلول على خاطر تسديد شويه الفلوس، لكن برسيبرا كان يكون موجود معنا روح ضرته وخالص نتاع المقاول نتاع الجروب الالكتروجين خالص بالطبيعة دي ترانش مش خالص كله ينجمش يخلص. معناتها نورمالمون كي راكب يخلص على روحه. كي راكب يخلص. حتى وعطانا كلمة ومشاو له الناس الكل والسيد اليوم مازال ما ركبش وبعده يقولوا عنا تعطيل كبير. باهي إن شاء الله إن شاء الله يعطينا كلمة. عندنا مشاريع أخرى، عندنا مشاريع طب الإنعاش والقلب تو قاعد ساري الأشغال جارية. عندنا أنا هو سنة دكتور خلني أنا ما نضيع شوية في البنايات نحكيه على المقابل لوتي. لا كل بني المقابل لوتي ليه حتى ذيك ما عشان نجم نحكي عليها تو دكتور. وانت أدرى مني ما أنت دكتور ما أنت شنو ما أنت اللي تجلول اللي تجثين خاطر التو قاعدين نستنيه وما أنت بشيكم السيرفيس هذاك. لا قاعد المقاول قاعد يخدم تو جيب عدد محترم من الخدمة وإلا ليه خاطر ظهالي ذكر وقت اللي كان يخدم وكان زوز خدمة في السيرفيس كام لا تو أكثر بربط ولا تو أكثر عمل زيارة شوف معنا ثم خدامة تخدم وقاعد معنا قاعد ماشي المشروع. وقتش إن شاء الله نجم يحضر الكلمة اللي قاله لكم المقاول على الأقل تعهد متاع المقاول قديش؟ مازلت ما عنديش تاريخ بالضبط. مازلت طبطة شوي الأمور. مازلت طبطة شوي. هو قاعد سير معنا الأشغال تمشي ماشي. فهمتني ببطء مش ببطء من الأشغال ماشي. إن شاء الله إن شاء الله يحضر إن شاء الله. بين عاود ذكركم اللي راهو هذه تبرمج عام 2009 اشغال 480 يوم ونورمالمون يتم تسليمه هذه اقسام امراض القلب والانعاش حدي 6/2018 ولتو مزن. فما تسيب كبير عند المقاولين دكتور ريالمون دكتور دكتور انا كنجين معناتها نجيب لك هالوضعيه هذه ونقول لك اعطيني دياغنوستيك به معناتها فما تسيب عند المقاولين السبيه مش تسيب معناتها بالتسيب هي الوضعية المادية نتاعهم معناها السبب تما ناس مقاولين الوضعية نتاعهم حرجة ما نجموش يكملوا المشروع يبقى يستنى لك باش تصب له الدولة دي ترانش دونك هذاك هو يبقى يستنى في ترانش باش يخدم به معناها ثم مقاولين معناها الإمكانيات نتاعهم مش قوية دونك هذاك علاش السبب انا معناتها انا كمواطن وانت كطبيب تو دكتورة شو ذنبنا زوز؟ انه تقول لي من 2018 ما عندوش دي ترانش ونزيد نفس المقاول نعطيه دوزيام ايتاج اللي نعرف انا معطلني في قسم منهم كيفاش الوضعي هاني زدت شكلت روحي انا معه نحكيوا على عوامر هكا ولا يا دكتور
خذيت دوزيام ايتاج نفس المقاول ولا في القسم نتاع الاطفال مش نعمل اكستنسيون هو بيدو اللي خذاه هي اش عملت زدت شكلت روحي معاه هنا لنا وكان لكن هذاك الصفقات والموان دي زون هو دخل في صفقه خذاه الموان دي زون داك ما تنجمش نحيها له صفقه ما عطانيش الاولى عام فيها روتار باوين راه نورمالمون كان طبق عليه القانون الروتار 2018 مش منه هو من شكون نجم يكون الروتار وقتها مش منه هو 2019 2020 2021 عملنا تريمستر من 2022 دكتور معناتها وين نجم نمشي معاه وراه تحب ولا تكره اللي بشبت عليا شهر يبت عليا عام يبت عليا ثلاث سنين من بعد ما عادش نجم نلوم انا لنا دكتور يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني مش نحاول نسرع في المشاريع هذه بقدره الله قدر ربي قدره الله نحاول مش نقف عليها المشاريع هذه ب بدعم السيد الوالي وبتبيع ان شاء الله المدير الجهوي للتجهيز الجديد يكون زاد في ناخذ مع بعضنا كل لانهاء هذه المشاريع سي عامر سيعطيك الصحه راك انت حاضر بعدين ومازلت معناتها كي تسلمت راه ماكش معناتها ماشي راني ماشي لوج على مسؤوليه ما نحكي على نتيجه يسرتو انت طبيب معناتها تعرف شفتهم توا صغيراتك القسم اللي بيتوا فيهم هذيك وضعيه نجم يخدم فيها طبيب وضعيه نجم بيت فيها واحد معناتها طفل صغير توا دكتور فهمت علاش انا سيرتو راني فرحت اللي شفت طبيبه معايا اللي باش يلقى الوضعيه ذي به صار وقتك الاجتماع وقتك كان فما تحرك في قطاع الصحه وحطيتوا خريطه طريق كان صحه التعبير روزنامه للتسليم روزنامه فيها مشاريع بعد جمعه مش يتم تسليمها بعد جمعتين بعد شهر توا عنا حكيت شهر على 16 مارس هكا ولا دكتور اي سلمكم شي حاجه سلمتوه شي حاجه كاداره جهويه للصحه دكتور برا احنا 16 مارس اولا ما كنتش انا موجود في الاجتماع هذا في بالي ثانيا كانت مش تكون انا كانت مشكور قبول وقتي ولا قبول جزئي ولا ضرر فهمتني لبعض المؤسسات مثل مستشفى ابن جاش ابو حجره ومستوصف عين جلوله أي. اللي هو على سور ظهر لي الاشكال الكبير سويقف على سور معناته على سور لكن نحن رينا من الصالح نضغط على المقاول باش يكمل المشروع اني نعمل لنا قبول وقتي ولا قبول جزئي ما يزيدني حتى شيء يعني نضغط وصار معناته عملنا جلسه مع المقاول مع كل الاطراف المتداخله برئاسه الولايه وضغطنا على المقاول على باش يكمل المشروع نتاعو اذا ما كملش المشروع نتاعو نعملوا له ريزيلياسيون علاش يعني نعمل في قبول جزئي ريت ويرب ما ينفعش يعني المشروع مش يكمل في شهرين اخرين نكمل الشهرين وبعد نعمل قبول كامل يكملوا في شهرين اون برينسيب هل في حاجه كبيره راه اون برينسيب في شهرين ينجم يكمل كمتابع للوضع معناتها الوضع العام الصحي في ولايه القيروان ما عادش عندي ثقه برشا انا في 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 معناتها في كلمه او تعهد يقدمه مقاول هذا اللي فهمته معناتها وكي نجي نسال يا يقولوا لي راه ما خلطش يا يقولوا لي كورونا يا ما صبولوش فلوس لكن النتيجه تبقى واحده انه اليوم عندي عين جلوله دايره صحيه كامله تستنى في فرحه كبيره راهو على سور اللي نجم زاد بعد شهرين تقولوا لي راهو اخل بينا فهمت السور زاد السور نتاع مستوصف عين جلوله اعطيناه شهرين هو قاعد يبني في السور تو امي ببطء اعطيناه شهرين تو من نهار 30 زياره قمنا بزياره نهار 30 مارس اعطيناه شهرين باش يكمل المشروع سينو بعد تولي اجراءات اخرى معناتها نحكي على اخر ماي لازم يعطينا مسكر فيه يعطينا مسكر يعطينا المستوصف من داخل صفا كامل بقى كان على السور برنسيب شي حاجه كبيره تدي نجم يكملوا في شهرين والله ان شاء الله والله ان شاء الله دكتور معناتها انا خاطر كي تستغلوا حاجه ومازالت ما كملتش تخرج ماك الجارانتي نتاعها ولا لا خلنا نسالك انا الدكتور كان عندك المعلومه هذه عرفتوا كي يقول لك في الاخر قبلت اي في الاخر قبلت واستعملت صحيح معناتها تخرج ولا هو تنجم تقول لك تقبل سوري زيرف معناتها ما زير باش باحتراس باش يكمل بقيه الاشغال لكن احنا اني من احد من الناس وشفنا المجموعه الكل متداخله علاش نقبل في هذه في مشروع والسي بي هو اذا هو مش يماطلني تو المقاول ينجم حتى بعد ما نعمل قبول ينجم زاد ما يكملش علاش يعني نكمل في المشروع تو
وبعد وهو معنا برينسيب اون برينسيب يكمل بعد شهرين. علاش يعني نكمل في نقبل فيه في المشروع تاعو نخليه بعد شهرين وتضغط عليه الولايه والتجهيز والطرف الكل ويكمل المشروع نتاعو. اذا ما كملش المشروع نتاعو يعمل نعمل له ريزيلياسيون. فما بعض المشاريع زاد دكتور وقول لي شنو وضعيتهم في بالي حاضرين اما مش نستغلوا فيهم كيما مركز الصحه الاساسيه صنف 2 جلالبه دبيبشه بالعلاء هذية تم استغلاله ولا لا؟ في بالي فما مشكل متاع تم القبول الوقتي بتاريخ 2019 وتم مد مسارح الجهوي للستيك بتزويد متاع الربط بالضوء. صار الربط ولا مازال دكتور؟ عندكش فكرة عليه؟ ما عنديش فكرة عليه. عنيش بعض المواقع جليل فالعلي تم ربطه بالضوء ولا لا؟ مازال ستيك؟ ستيك مازال مثل ما ربطوش. مش برشا من 2019 تم القبول الوقتي واحنا نستنيو في ستيغ دكتور. نعرف الدوسي هذه خذيتو راهو نعاود نقول لك دكتور ونعاود نفسر للساده المستمعين راهو ما عندكش الشهر نعرف اللي خذيتو اما عادي ولا لا؟ مش عادي واحنا سنتابع الموضوع مش... سنتابع الموضوع يعني بيدي نمشي لمدير ستيغ ونشوف الموضوع هذا علاش ما لم يتم الربط. ما عادش السي بي تما معنا المضوء بعيد عليه برشا اللي تي تي دي ماش من 2019 معناتها وتعرف معناتها الخط الاول هذوما المراكز الصحه الاساسيه دكتور مهمين برشا دكتور. في الشبيكه تم اتمام بناء مركز الصحه الاساسيه صنف 2 بالجرين في الشبيكه دكتور وتم القبول الوقتي وظهر لي زاد نفس الاشكال ما تمش ربطه بالضوء. صحيحه هذه الوضعيه ذي دكتور؟ والله ما زلت ما تابعتوش الموضوع هذا. بهذه من بعض المشاريع اللي عندنا فيهم إشكال دكتور. نعرفوا زيادة من الإشكاليات اللي عايش عليها على الأقل ولاية القيروان السكانير اللي موجود في الغالبة وكالبنية اللي طاحت واللي مش طاحت وهو بش بارتي من ريستوران هذيك دكتور فيها حل قنيش بعض الحلول على الأقل؟ أولا نحن ما عدناش سكانير في الغالب دو سكانير موجودين في ابن الجزائر. بالنسبة للبناء بناية متاع الأشعة اللي موجودة في الأغالب هي بناية معنا بالنسبة للتجهيز يلزم الهدم غير صالح متفاهمين. وجاء مسؤول من الوزارة المسؤول على البنائات وجاء عين المطعم في الأغالبة ومعنا مبابار عمل يتيد على المطعم ينجم يكون قاع للسكانير ينجم يكون قاعد سكانير ينجم يكون مع التوسعة يلزم شوية توسعة في مكاتب معنا إلى جانب المطعم. بالنسبة للمطعم هو أنا المساحة صغيرة شوية. دكتور بصفة عامة هل هو حل كان عندي ريستوران رجعونا قاعة متاع واحد هل هو حل مش إلى حد ما كي رقعنا أوتيل ورجعناه وحدة لغالبة يعني معناتها مش فونكسيوني كيفاش معناتها ماهوش مش قاعد يقدم في وظيفه اللي تليق بمواصفات مش صحيه ولا هو الحل اصلا هو مستشفى سلمان ونحن ان شاء الله معنا ان شاء الله مستشفى سلمان يبدا في 2023 او اواخر 2022 دونك اون برينسيپ الاشغال مش تفوت 3 سنوات معنا الحل في مستشفى جديد لكن يبقى أنا كنت تبني بناية جديدة تولى الراديو معنى كأنك باش تستغلها 2 أو 3 سنين لو سمى زاد إهدار للمال العام. دونك نحن مشو المطعم هو غير مشو يخدم مطعم نيبا ريستوران مشو ريستوران هو الأكلة تاع الغالبة تتحضر في ابن الجزار لكن هذه هي قاعة يجو حطوا فيها الماكلة وبعد يفرقوها هي قاعة كبيرة على اساس ان هي مطعم لكن هي ماشي مطعم ماشي كوجينه. فهمتني به دكتور. خلينا نحكي لك على وحده تصفيه الدم بحفوز كان عندك عليها فكره دكتور في بالك فيها اشكال وايله معناتها فما في سور كبيره معناتها في وسط الحيط معناتها شفتها كان وتم عرض تقرير الاختبار المحايد والمعد من طرف الشركة المراقبة الفنية واختبار البنائات على أنظار لجنة داخلية المصالح الجوية للتجهيز بتاريخ 16/9/2021 وقعت المصادقة عليه خلال الجلسة مع التأكيد على ذكر الإخلالات الفنية ومأتها ما من شأنه أن يساعد على تحديد المسؤوليات كما تم مد المصالح المركزية لوزارة الصحة نسخة من التقرير الاختبار المصادقة عليه لتخصيص اعتمادات الضرورية والمقدرة ب 186 ألف دينار للقيام بإصلاحات مطلوبة بصفة استعجالية. إما الجلسة قاعدين نستغلوا فيه فك الظروف هذيك
وين وصل على الأقل كان عندك عليه فكرة الدوسي هذي بيان سور دكتورة؟ وهي تم دام ثم اعتمادات ب 186 مليون تم رصدها؟ تم تخصيصها؟ كي جيت شفت تم تخصيصها دكتور في دار الجهوي للصحة ولا؟ هي الاعتمادات هذي مش في دار الجهوي للصحة المور المالية عند الولاية وعند التجهيز بما أن ثم اعتمادات ب 186 مليون إذا معنا موجودة ولا ليتيود 186 مليون دونك راهو برانسيب قدرة الله هو ما مثلش اختار يعني حسب ما زرته وشفته ما يمثلش اختار على معنا على المرض أو العمل والإطار الطبي أو الشبه الطبي لكن يلزم بدم في السيرة هذيك في السيرة في بالي أنا موجودة في الصور في الصور مش في الواحد في جزء من البناء في بالي في الصور في بالي مش في البناء الداخلية اللي نعرف هنا في بالي في الصور في السير ان شاء الله مش نتابعوها وهي قد تصليحها ان شاء الله بدعم السيد الوالي دكتور شنو الاولويه في بعض المشاريع اللي تنجم تتحل مساج خلينا نعطيو على الاقل الجانب الايجابي في الوقت الصغير هذايا واللي سي بون نجموا نلقاو فيهم تتقدم وتكون ايجابيه شنو مثلا دكتور الاولويه هو قسم الانعاش وقسم القلب اولويه يعني حسب زاد حسب رأي على معنى بعد عامين ثلاثة سنين أربع سنين مستشفى سلمان أولوية مستشفى سلمان أولوية لأن الانفراستركتور تاع مستشفى ابن الجزار كبيرة برشا معنى قدامة برشا دونك هنا بزوا دون اوبيتال جديد ولا بزوا مستشفى جديد سي انفستيسمون سا با بروندر بوكو دو طون دكتور نحكيو على عامين ثلاثة او مينيموم ثلاثة سنين لك العوام تاع العام عاش يمر بسهولة مش او ميم تو ما نجمش انا نحرم مثلا المرضى من قاعة سحب الدم اللي نورمالمون بريفيو مع المجلس الجهوي للولاية مظهر اللي ذي عنده عوام ماهيش كلي زاد حاجة واو معناتها كبيرة عندنا سال دو بريليفمون صاد بريليفومون سي كملنا ليتيود نتاع كملنا سي ليتيود وصبينا على اساس باش تصب الاعتمادات نتاعها وتقع المارشي سي هذايا دكتور سي برانسيب سي صاد بريليفومون اون برانسيب وان شاء الله اذا مشيت الامور وما تعطلتش وقتاش تنجم تكون حاضره دكتور حسب كان عند اذا مشيت الامور لاباس دكتور نعرف ديما نقول اذا روح. ما نعرفش قداش دوم هذا عند البناءات اما سالد بريليفوم برانسيب زاد برانسيب ان شاء الله لاسونسور ان شاء الله لاسونسور خدمنا البروجي هذا في اسبوع كله عملنا سالد بريليفمون وصال لاسونسور المصعد نتاع ابن الجزار ان شاء الله قدمتوا فيهم قدمنا فيهم خطوه كبيره أبيل. وربي علاش لقيتهم مازال ناقصين كان باش تعملوا أبيل دوفر خلنا نسلك انا حاجه علاش لقيتهم واقفين المشاريع شنو اللي كان معطل مقبل ما تجي انت او في جماعه تفضلت الامور شنو اللي كان معطل بربي دكتور ما يسالش ما كانتش فمانيه قبل الدوسي كان ضايع ما كانش فماش كان مثلا بالنسبه للاسانسور الاسانسور كان مش تخدم في سنه 2020 على موارد نتاع 18 كوفيد فهمت لكن ما بقاش وترزدت له فلوس اقل من الملزوم تاعو ترزدت 105 مليون دينار 1000 دينار لكن هذيك بعد الفلوس هذيك ما عادش موجوده مش ترزدت في تونس في القرويره في تونس النطاق وطني لكن بعد فوات الكورونا والفلوس هذيك مشات في الامارات شريت بها الكونسومابل كل ما لازم دونك ما بقاش فلوس للاسانسور تو باش نعاودوا فتح اعتمادات اخرى على وزاره الصحه خاصة بالاسانسور مش بالفلوس الكوفيد. وقعت هذاك السحب العينات، دوس علاش كان معطل؟ علاش كان هكا معناتها دوس هي؟ هاو في جمعة نجم نعملوها الحكاية هذي. يعني جيت وقفنا وقفت معايا البناءات وقف معايا البناءات وزارة والولاية والتجهيز كنا مع بعضنا كنا حركنا دوس مش لاني حركته وحدي. فهمتني كنا وقفنا مع بعضنا شنو جيت في الناس هذوك الكل معني أنا من حقي أنا من حقي نعلق ونعطي تصوير كانوا نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الاشخاص كانوا موجودين جديد فيهم اللي هو مدير جهوي للصح تحركت الامور في جمع شنو اللي صار شنو هي معناتها هل سي كوا سيت ماجيك ان صح التعبير ما بهيش هيك فهمت من حقي انا باش نسال يعني زاد السؤال هذا راني السيد الوالي حريص جدا على اكمال المشاريع هذه المعطله وعمرنا ما قلنا خلص هذا فهمتني امين اسال جيت نلقى الريونيون وقعت نهار اللي وقعت تسميتي لو 16 مارس لكن انا ما حضرتش الريونيون هذه لكن كي جيت نلقى ريونيون ونلقى بي في
دونك الفوق معناها لازم لازم البي في يمشي وطبقته وطبقت البي في دونك فيزابل الحكايه فيزابل الو غيجي لي بي معناتها نو شي ريسبونسابل مقبره انا قمنا بالعمليه هذه به مش مشكل اعطينا احنا الجانب الايجابي اللي هي جانب الايجابي ان شاء الله تمشي المشاريع شكون الشخص اللي حركها المشاريع هذه مش مشكل مش المشكل مش في شخص المشكله يلزم المشاريع هذه نتاع البلاد يلزمها تتحرك ويلزم الناس كل تلتف البلاد كل تلتف ببلادهم بولايتهم والناس تخدم البلاد ما غير ما يخدموا حاجه بدون مزايدات بدون مزايدات قلنا كلمه بدون مزايدات دكتور خلينا نفهم حاجه فما كل مشروع الكويتي في توسيع الاستعجال المشروع هذا كان عندك عليه فكره وين وصل في بينا عنده مده لازم ينطلق وين وصل علاش معطل مش معطل شنو هي وضعيته بالضبط المشروع الكويتي لتوسيع اقسام الاستعجال ابن جزار ولا غالبه المشروع هذا برا ما وقف من حسب ما 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 معنا مش قاعد يمشي باش نشوفوه علاش خاطر هو برنامج هبه كويتيه كويتيه ما نعرفش علاش متعطله تو نشوفها مع مع البنائات ولا مع التجهيز ولا شوفوا علاش المشروع هذا كنت نعرف اللي كان تبع مشروع كويتي معنا لتوسيعة الأقسام الاستعجالية اللي بالحق هي الأقسام الاستعجالية خصوصا الغالبة هي قسم ضيق برشا معنا ما ينجمش يكون الخارجية ما ينجمش يكون ما تتعدى ما ينجمش يكون عيادات وقسم استعجالي كنا ننتظر معنا باش إن شاء الله تقع توسيعتها إن شاء الله تنشوفوا المشروع هذا علش وقف دكتور سنتابع معنا هذا المشروع دكتور انا نقص كبير فيما يخص الاطار الطبي والشبه الطبي في ولايه القيروان نقص كبير برشا يعني حسب رايي ما ثماش نقص كبير في الاطار الطبي في الاطار الطبي والاطار الطبي الشبه الطبي ما لاباس الاطار الطبي ينقصنا وينقص كما الولايات الجمهوريه كل عندنا اطباء تخدير ونعاش عندنا زوز اطباء فهمتني وعندنا طبيب مريض وطبيبة الأخرى تخدم وحدها يسرع عليها فهمتني السيبيز دابارتونت دونك نحن كل ولاية الكل الولايات الداخلية الكل حتى السوسة فرحات عشيت فيه دو ميدسان أنستيزيريا دونك راهو ثم إشكال معنى الأطباء كلها غادرة الوطن مشيو الناس تخدم في المعنى في أوروبا بيه. دكتور أنت حكيت على هجرة الأدمغة هذه نجم أعطيك عليه برشا أرقام ولكن الإشكال وين انه عندنا 3-4 سنين نفس الوضع هذه ما عادش في التغريبه راهي معناتها ما عادش تشوك الواحد كيقولوا راه اليوم سيرفيس ما عادش طبيب واحد كونجي اكسيدون تعب من حقهم راهي مش تدخل با دي تو يعطيهم الصحه كيخدموا بكريت مان فيرنان بريود الكورونا يعطيهم الصحه وهذايا من حقه اي واحد يرتاح ولا يتعرض لحد مش باش نناقش الوضع هذه ولكن 3-4 سنين وكل ما نكلموا اي مسؤول يقولنا هاو باش نجيبوا هانا باش نشوفوا ديغارد انا جبنا من سوس اما حد ما لقى حل زعما في 3-4 سنين زاده ما كانش نجم نوفروا طبيب تخدير وإنعاش برغم هجرة الأدمغة ورغم هجرة الأطباء وندرة الاختصاص ومنطقة داخلية صعيب ولكن عجزنا الناس كلنا نوفروا راهو عندنا 6 جاردويت كنا مع التدخل مع النظر إيزون با إيتي أسيوري بار دكتور برشا عليها زاد الدكتورة أنيسة ما يبرش عليها إي وزاد أنت أدرى مني نجي ريزيدون نعطيه مسؤولية اللي قانونيا ماهوش مسؤول عليها هو الريزيدان ديما باشراف بالسينيور نتاعو فهمتني ما نجمش كنا ريزيدان يرقد واحد الا ما السينيور عطالك لوكي فهمتني من احنا عدنا ان شاء الله ثم وعود ان ينجم يكون جينا طبيب في اللي نعيشو تاخذين ان شاء الله فهمتني اكونديسيون احنا عدنا طبيب يتوا في السنكيمانيه نتاع في الانعاش والتخدير ان شاء الله يجي عدنا وعود انه باش يجي القروان نجم يحل لنا المشكلة إن شاء الله الحقيقة معناتها دكتور قبل ما نختم معك به أولوية قلت لي المشاريع المعطلة هذه والأولوية الثانية اللي حطتها في مخطط العمل معناتها اللي تدخل هاي الأوبجكتيف الأولاني هاو أكور تيرم هاو ألون تيرم معناتها شنو ما الأوبجكتيف قبل ما نختم أنا معاك وشنو هي رسالتك للإطار الطبي والشبه الطبي وحتى ليزوديتور اللي قاعدين يسمعوا فينا على رجل حياة فهم الأوبجكتيف الثاني أنا ماذا بينا معنا نحسنوا في الموارد المالية لمستشفى ابن الجزار ولكافة الدوائر الصحية والتنمية الموارد المالية تكون اولا بالمعنى بالمراقبه اللصيقه في السبيطار
ثانيا اللي هي توا سبيطار ابن الجزار بدا فيها هي الرقمنة كل الاقسام، بالتالي تكون الموارد الماليه والسناب بدات تظهر ببدايه الرقمنة، بدات تظهر ثم نتائجها، ثم تحسن في الموارد الماليه في ابن الجزار باذن الله، معنا بالرقمنة باش تتحسن الموارد الماليه للمستشفى، وتتحسن الموارد الماليه للمستشفى باذن الله معنا تتحسن كل شيء. المال وقوام الأعمال، دونك الخدمات الصحية تتحسن. ثانيا بالنسبة للهدف الثاني، الهدف الثاني هو التكوين المستمر للأطباء الدوائر الصحية، لأطباء الأقسام الاستعجالي بالدوائر الصحية، تكوين مستمر يخلينا مش نقصوا لترانسفير، معنى لترانسفير دي مالاد من الخط الاول. هذاك باش نفلتري بيه، سامحني في الكلم، نغربل بيه شكون لازم يمشي للمستشفى ابن الجزار، شكون نجم نديويوه على بلاصتو غادي، مهم برشا نقص الضغط الكبير اللي موجود لنا. فهمتني؟ دونك التكوين عنده اهميه، والتكوين هذا نحن مش يكون بنجم نبدو فيه من او من رمضان او بعد رمضان قدره الله، ولو قعدنا بروجرام باش نعملوا سال دو سيميلاسيون، سال دو فورماسيون في مدرسة التمريض. أما مش لازمها التدخل في بيلي، معناتها البناية قديمة برشا وتم رصد بعض الميزانية للتهيئة متاعها، بديتش عملية التهيئة. التهيئة مازالت ما تخرجش، مش يقع معناتها تهيئة المركز التكوين هذا ب معناتها بإعانة من السفارة الأمريكية في تونس. معناتها باش سال دو سيميلاسيون بي سال دو سيميلاسيون فورماسيون بور لي ميدسان بور لي ميدسان فوار بور لي تيكنيسيان. فهمتني؟ توا مش نحاولوا نبدو فيها الفورماسيون كونتيني، نجم نبدو فيها في سوسه، مش نشوفوا السيد الدكتور الهادي خيري دويان تاع الفاكولتي باش يسمح لنا باش نجموا نكونوا بعض الاطباء بدايه توا في سوسة، حتى تحضر معنا السال دو سيميلاسيون تاعنا اللي باش نكونوا فيها الاطباء ولا الشباب الطب. دكتور تنجم في معناتها في 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 المندام تاعك هذه، معناتها في الفتره اللي انت متراس فيها الاداره الجهويه للصحه، نجم نقول عنا سمير وحدنا نجمو، خاطر كي سالت سامي سامي نحن عندنا سمير تاو يعني نجمو احنا جامعي وتعرف يتبع الكل مع بعض وراوا، وعندنا 5 سنين الصيغه الجامعيه اللي تخلينا نجم تنجم في الموضوع هذية، مش هالحلم هالخدمات هذية تنجم تدفعنا بها على الأقل ما نقصنا شيء. هي علاش والله ما نقصنا شيء يعني في 2013-2014 دفعت عليها هذية، نعرف هذاك دفعت على السامي باش تكون السامي عندنا استقلالية في القروان، على خاطر احنا القروان كبيرة وعدنا معنا الحاج كما الحاج بالعيون بعيدة برشا، مش نبقى ننتظروا 74 كيلو الحاج 74 كيلو متر نزيد من 60 و 50 كيلو متر السوسة باش نبقى يعني ننتظر في الوكي. إن شاء الله نشوفوا الموضوع هذا كيفاش نجموا نخدموا عليه ونعملوا استاذ سامي في القروان. حاول سامي زيرو سيت دقيقة، شوف قداش باش تعاوننا الحكاية هذه. دكتور معمر الحاج المدير الجهوي للصحة بالقيروان، أكرو ميرسي لحضورك بحذانا بعد مدة تاو نحضر بعد 100 يوم كان صح التعبير في كل العرف الديمقراطي انه يكون حاضر بحضن المسؤول، ونعاودوا نسالوك ونسمعوك اللي قلتوا لنا بالضبط شنو اللي صار شنو اللي ما صارش، بالتوفيق لك انت ولكيف العاملين الاطار الطبي. كل ختام سيتي. شكرا سي رحيم، وان شاء الله يعني نطلب من كل القيروانيين ونقول القراو كل السكان القيروان ان يلتفوا حول المدينه حول القيروان، والناس كل بلاد تخدمها رجالها، والناس كل مع بعضها تخدم مع بعضها، المدير الجهوي ولا السيد الويلي ولا المدير الجهوي للتجهيز راه وحده ما ينجمش يعمل حتى شيء، دونك يلزم المواطنين والناس الكل اللي عنده الفلوس والمجتمع المدني والاعلام وكل كله يتظافر باش نحسنوا الولايه نتاعنا، باش نحسنوا على كل النطاق. فهمتني؟ ما سوى الانفراستركتور سوى تبع الصحه تجهيز التربيه الثقافه للكل اللي الناس كلها يلزم كل العمل يكون عنده نحن نخدموا بالقدا ونخدموا لصالح الولايات لصالح الولايه نتاعنا. ان شاء الله نكون الناس كل معنا كل مسؤول نعاونوه ونخدموا معاه، هو المشروع مش هو مشروع المسؤول، هو المشروع نتاع الناس الكل نتاع الولايه الكل، دونك يلزم ثم تضافر الجهود باش الناس كل تخدم، المجتمع المدني ينجم يعمل حاجه في البلاد، ما يلزمش كل المجتمع المدني هو اللي ما يلزمش كل المجتمع المدني يطرح المشاكل، يلزم زاده هو يوجد الحلول.
يعني بالنسبه لي يعني باش نشارك المجتمع المدني باش نشارك الاعلاميين في ايجاد الحل وليس في طرح الاشكال، لان الاشكال موجود معروف الناس كل تاعنا نعرفوا المشكل، لكن الحل نوجدوه مع بعضنا كل ان شاء الله بهالمقاربه التشاركيه تنجم تتحسن الامور مره اخرى. نشكرك على حضورك بحضينا الدكتور معامل الحاج المدير الجهوي للصحه بالقيروان. هكا نكون وصلنا لاخر سانتي 5.0 بالنسبه لليوم. ان غرام ميرسي ليكيب كامل كوتي تكنيك ريداكسيون برود ويب اللي امنوا لكم 120 دقيقه من بثنا المباشر كل يوم الاثنين حتى نهار الجمعه. نتلقاو الجمعه الجايه دي سيلا بي سيف يلا سامي بروشين حتى كيف نشدوا من خمسه يدو أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.